بعشرات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، السعودية تطرق باب أكبر اقتصاد بأمريكا اللاتينية لجذب الاستثمار. صفقات تسعى من خلالها الرياض إلى التعريف بالفرص الاستثمارية التي توفرها مشاريع رؤية السعودية 2030. تحركات تتزامن مع مساعي سعودية لتنويع خياراتها الدبلوماسية، كذلك لتوطيد علاقاتها مع دول مجموعة البريكس التي تسعى لنيل عضويتها. مرحبا بكم إلى الرابط. السعودية توقع 26 مذكرة تفاهم مع البرازيل لدعم الاستثمار والتجارة بين البلدين. تحركات سعودية لفتح شراكات اقتصادية جديدة، كذلك لتنويع خياراتها الدبلوماسية ضمن مساعي لتأييد انضمام السعودية إلى مجموعة البريكس، كذلك استضافة الرياض لإكسبو 2030. وعن ذلك نتساءل، كيف تخدم هذه العلاقات الاقتصادية السعودية تحقيق مكاسب سياسية بالشأن الانضمام إلى البريكس؟ كذلك نتساءل، ما الذي تطمح إليه الرياض من تنويع خياراتها الاقتصادية والدبلوماسية بالتوجه نحو أمريكا اللاتينية؟ المملكة العربية السعودية تدخل العمق اللاتيني من بوابة البرازيل عبر توقيع 26 مذكرة تفاهم لدعم الاستثمار والتجارة بين البلدين ضمن زيارة وفد سعودي برئاسة وزير الاستثمار خالد الفالح، كذلك ممثلين عن أكثر من 70 شركة سعودية، وذلك ضمن مساعي الرياض لتعزيز الشراكات الاقتصادية، كذلك لتنويع خياراتها الدبلوماسية والسياسية مع الأقطاب الدولية. نتابع التفاصيل. لجذب الاستثمار تطرق السعودية باب أكبر اقتصاد بأمريكا اللاتينية البرازيل، ولتعزيز الاستثمارات والتجارة بين البلدين تم توقيع 26 مذكرة تفاهم في ريو دي جانيرو بين المملكة والبلد اللاتيني. اتفاقيات شملت مذكرات تفاهم مع شركات برازيلية عملاقة لتعزيز الاستثمارات البينية، وضمن دبلوماسية اقتصاد التوازن تحاول المملكة الساعية للانضمام إلى مجموعة بريكس كسب تأييد كافة أعضاء المجموعة ومن ضمنهم البرازيل، حيث يبحث قادة البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا تعزيز المجموعة التي تأسست عام 2006 بأعضاء جدد. وتلقى السعودية دعما برازيليا في مسألة استضافتها لأكسبو 2030 في العاصمة الرياض. اقتصاديا تعني الدولتان لبعضهما الكثير، ولطالما بحثت البرازيل عن تعزيز شراكتها مع السعودية شركتها الأولى في منطقة الشرق الأوسط. الأمر نفسه ينطبق على الرياض التي تسعى لتعزيز استثماراتها مع البرازيل عشر أكبر اقتصاد في العالم، وتظهر العلاقات التجارية إمكانات كبيرة للنمو بالنظر إلى أوجه التكامل الإنتاجي بين البلدين. وخلال عام 2022 بلغ حجم التبادل التجاري بينهما أكثر من 8.4 مليار دولار، كما تعد السعودية أكبر مورد للنفط إلى البرازيل، إذ تؤمن 33% من إجمالي واردات النفط البرازيلية. دبلوماسيا احتفى البلدان في عام 2018 بمرور 50 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، واكتسبت العلاقات الثنائية زخما منذ العقد الأول من القرن 21 فصاعدا. أما سياسيا فتحظى العلاقات البرازيلية السعودية باستقرار وتوافق كبير حيال القضايا الدولية، إذ يرى محللون أنه لا توجد عوائق تعترض تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين بشكل أكبر. وقبل البدء بنقاش هذه الليلة، أعود وأذكركم بسؤالي الرابط. نتساءل هذه الليلة، كيف تخدم هذه العلاقات الاقتصادية السعودية تحقيق مكاسب سياسية بشأن الانضمام إلى البريكس؟ أيضا نتساءل، ما الذي تطمح إليه الرياض من تنويع خياراتها الاقتصادية والدبلوماسية بالتوجه نحو أمريكا اللاتينية؟ هذا ما أطرحه على ضيوف الكلام في حلقة هذا المساء من الرابط. من الرياض ينضم إلي عبر الأقمار الصناعية السيد مبارك العاتي، الكاتب والباحث السياسي، مرحبا بك. وعبر زوم ينضم
إلي السيد عيد العيد المستشار الاقتصادي، مرحبا بك. كذلك ينضم إلي من ساو باولو البروفيسور جيلسون شوارتز وهو أستاذ الاقتصاد بجامعة ساو باولو، مرحبا بك. أرحب بالجميع وأبدأ مع سيد مبارك العاتي لأسأل حضرتك، هذه الزيارة السعودية الرسمية إلى أمريكا اللاتينية ممتدة حتى 9 أغسطس، شملت البرازيل كما تابعنا، ننتظر تشيلي، كوستاريكا، الأرجنتين، بنما، الباراغواي، الأوروغواي، كل ذلك يعني من وراء ما هي الأولوية السعودية من خلال كل هذه الجهود في هذه المرحلة؟ مساء الخير أستاذ السحر والزملاء ومشاهدك الكرام. بدأ لي حقيقة من المنتدى الاستثمار السعودي البرازيلي الذي رعاه وزير الاستثمار دكتور خالد الفالح، المهندس خالد الفالح، بأن هناك حرص محموم بين البلدين أو حرص كبير حقا بين البلدين الكبيرين في إقليمهما، وخصوصا اليوم أن إقليمهما يعني في مجموعة الـ20 والبرازيل تمثل خزان بشري كبير إضافة للثروات الاقتصادية التي تتربع عليها البرازيل وما تملكه المملكة العربية السعودية اليوم من مقدرات وثروات اقتصادية. باعتقادي أن الاقتصاد بالفعل هو من يقود قاطرة العلاقات السياسية، ولمست المملكة حقيقة مؤخرا أن تقديم المصالح ما بين الدول وتعظيم هذه المصالح والبناء عليها كفيل بفتح أبواب التعاون السياسي، بمعنى أن التعاون الاقتصادي يمثل هو الظهر الحصان الذي ستذهب إليه العلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب. النقطة الثانية أيضا في اعتقادي كما أشرت حضرتك في سؤالك وفي التقرير أيضا، هناك مكاسب أيضا سياسية كبيرة ستحققها المملكة العربية السعودية، سواء من خلال الدعم الذي سيمثله أمريكا الجنوبية والثمان دول التي ستشملها الزيارة للمملكة لاستضافة أكسبو 2030، أو حتى تليين الموقف البرازيلي لانضمام السعودية إلى البريكست. نحن نعلم أن البرازيل والهند لديها موقف نوعا ما متصلب حيال فتح البريكست لانضمام السعودية وأندونيسيا، ربما تسفر هذه الزيارة عن تليين موقف البرازيل والتوصل معها إلى آليات من شأنها حقيقة أن يسمح لانضمام السعودية وأندونيسيا وغيرها من الدول المهمة جدا لمنظمة البريكست، التي تطالب البرازيل والهند بوضع مزيد من الشروط على الدول التي تريد أن تنضم. متفائل بأن هذه الزيارة بالفعل ستزيد من تقارب وجهات النظر السياسية. التعاون الاقتصادي كبير جدا، أشرتم إلى أنه يتجاوز 8 مليار ومرشح لأن يصل إلى 12 مليار في غضون عامين تقريبا، وهذا بالفعل يثبت أن بوصلة العمل السياسي السعودي قائم على أداء مسار قطار اقتصادي المهم الذي يجمع بيننا وبين أمريكا الجنوبية. بالحديث عن البريكس سنعود إلى ما قلت حضرتك، وبالفعل تابعنا هذه الأخبار عبر بلومبرغ عن مصادر مطلعة بحسب وصف بلومبرغ تقول بأنه البرازيل والهند يعني هناك تخوفات من توسعة البريكس، لأنه يعني بالنسبة لهم السعودية، إندونيسيا، كل ذلك يقوي من الصين في البريكس، وبالتالي يعني قد ينعكس ذلك حتى على حظوظ هذه الدول. عن حظوظ هذه الدول أعود بعد قليل نناقش أكثر، ولكن أسأل اليوم والآن سيد عيد العيد لأسأل حضرتك، تابعنا هذا التوقيع، توقيع المملكة 26 مذكرة تفاهم مع البرازيل، نتحدث عن الاستثمار، عن التبادل التجاري بين البلدين، كل ذلك يدعم يعني هذا التقارب. هل كل ذلك لأن البرازيل هي الدولة الأكبر بأمريكا اللاتينية، أم أنه كل ذلك هو تحضير ويعبد الطريق لدور برازيلي أكبر في العلاقة مع السعودية ربما بالنسبة لبريكس أو ملفات أخرى؟ بداية مساء الخير ومساء الخير على الزملاء المشاركين في هذا الحوار وعلى السادة المشاهدين. أنا الحقيقة يعني أعتقد أنه بالنسبة لقضية بريكس، المصلحة الحقيقة لدول بريكس هو في انضمام دولة بحجم المملكة العربية السعودية لديها من الإمكانيات والقدرات المالية والقدرات السياسية الكبيرة التي تساهم في تعزيز البريكس، وبالتالي هي من تسعى الحقيقة هذه الدول إلى انضمام المملكة، وهذا شاهدناه الحقيقة من خلال الرسالة التي بعث بها الرئيس الصيني بضرورة الإسراع في، وهذا طبعا في الاجتماع الأخير في كيب تاون أو في جوهانسبرغ،
عندما طلب الإسراع أو التسريع في عملية انضمام عدد من الدول، وأكد الحقيقة على ضرورة أن تكون المملكة أحد الدول المستهدفة نظراً لما تتمتع به المملكة من قدرات اقتصادية ودور مؤثر في قطاع الطاقة، وبالتالي من مصلحة البريكس أن تكون المملكة عضو في البريكس. لا ننسى كذلك أن المملكة خلال فترة السنة الماضية انضمت إلى عدد كبير جداً من التجمعات الاقتصادية، شنغهاي التجمع الاقتصادي لجنوب شرق آسيا، عدد كبير جدا الحقيقة. بالتالي المملكة لديها رؤية كبيرة جدا في توسيع الشراكات. يعني تقول بأنه الزخم في توقيع مذكرات التفاهم مرتبط بدعم يعني الموقف البرازيلي، تليين الموقف البرازيلي من أجل أن تصبح أو توافق على انضمام السعودية للبريكس. أنا أعتقد أنه بداية أنه لا البرازيل ولا الهند هي تسعى جاهدة، وهذا الحقيقة تعودنا، وبالذات من يمكن دولة بحجم الهند أو بذا تعودنا اللي هو القفز أو اللعب على المتناقضات لتحقيق أعلى مكاسب، ولكن هذا الأمر لا أعتقد أنه مع المملكة، لأن المملكة لديها خيارات كبيرة جدا في توزيع العلاقات، حتى وإن كان بشكل individually مع دول بحجم الصين التي لدينا يعني يربطنا بها الحقيقة علاقات تجارية ضخمة جدا، ويربطنا بها شراكة استراتيجية مع روسيا كذلك، يوجد مع جنوب أفريقيا، ووقعنا الحقيقة مذكرات للاستثمارات ضخمة جدا تجاوزت العشرة مليار دولار كمرحلة أولى. إذن من مصلحة الصين، من مصلحة البرازيل والهند أن تكون مملكة عضو في البريكس، لكن طبعا تعودنا حقيقة من الصين أو حتى من البرازيل محاولة الكسب بأعلى يعني قدر ممكن في مثل هذه المواقف، ولكن أنا أعتقد أنه مع المملكة قادرة على أن تدخل وتنضم إلى البريكس دون الحقيقة يعني الوفاء بجميع الشروط التي ربما تكون ليست في مصلحة المملكة. نعم. يعني كنت أنوي تأجيل الحديث عن البريكس إلى بعد قليل، بس بما أنكم تحدثتوا عنه أسأل عن نفس البريكس. بروفيسور جلسن، مرحبا بك. هل سنشهد أي مرونة في الموقف البرازيلي حيال يعني دعم انضمام السعودية إلى البريكس، ويعني وضع السعودية جانبا عن هذه المخاوف البرازيلية من توسع النفوذ الصيني داخل البريكس؟ شكرا على هذه الدعوة، يسرني أن أكون معكم. في الواقع هناك مسألة استراتيجية بالنسبة للبرازيل، وكما نعرف فإن بريكس هو مشروع مع دول واقتصادات كبرى هي في مرحلة تطور متوسطة، و هذه المجموعة قد تتعرض للخطر إذا ما توسعت كثيرا وبسرعة. أولا بسبب مدى تعقيد التوسع، في حين أن التوترات الجيوسياسية لا تزال مرتفعة جدا. روسيا لا تزال في حرب، والصين لا تزال في صراع جيوسياسي مع الولايات المتحدة، وبالتالي السياق العام الجيوسياسي للتكتلات الاقتصادية الكبرى ليس مستقرا، وبالتالي هناك تهديد في ذلك. أما في البرازيل فإن حجم الاقتصاد والعلاقات مع الولايات المتحدة والصين وروسيا كلها تخضع لمرحلة مراجعة، وبالتالي النقطة الأولى هنا تتعلق بعدم استقرار الوضع الجيوسياسي العالمي، وهي إحدى أسباب التي تدعو البرازيل للحذر. أما السبب الثاني هو مدى تعقيد عمليات التوسع، لأن هذا التوسع سوف يشمل دولاً أصغر حجماً، وبالتالي نفوذ البرازيل سوف يتراجع إذا ما ازداد عدد الدول المنضمة إلى بريكس. إذن مبدئياً البرازيل لا تعارض توسع البريكس، ولكن هذا يعتمد على إطار عالمي أكثر استقراراً، وهذا ما نفتقر إليه الآن. هذا فيما يتعلق بالبريكس. تحدثت عن البعد الجيوسياسي وعن استمرار هذه الأزمة الروسية الأوكرانية، وهنا أبقى معك يعني
البروفيسور جيلسون لأسأل حضرتك، صحيفة نيويورك تايمز تقول بأنه البرازيل، الهند، الصين تلقوا دعوات لمحادثات السلام حول أوكرانيا التي تستضيفها السعودية في الأيام القليلة المقبلة، يعني هذا الشهر أغسطس. إلى أي حد يعني أرضية استثمارية قوية بين السعودية والبرازيل خصبة بما فيه الكفاية تجعل البرازيل تدعم هذه الجهود السعودية على المستوى يعني الجيوسياسي والدولي بإطلاق مبادرات سلام حتى بين الجانب الروسي والأوكراني، وهي مبادرات يعني حاولت الكثير من الدول القيام بها ولكنها كلها معقدة حتى الآن؟ التحدي اقتصاديا هو على مسألتين، الأسمدة والحبوب. أعتقد أنهما مسألتين أساسيتين على الطاولة، ومن الضروري أن يتم توسيع تصدير المنتجات الغذائية من البرازيل إلى المنطقة، وهذا ما يحدث تقليديا. وأيضا هناك أهمية كبيرة للأسمدة، وتعرضت هذه الأسمدة للخطر بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا. طبعا من المثير للاهتمام أن نشارك في محادثات السلام، ولكن أعتقد أن السؤال السابق أو بالأحرى القلق الأساسي بالنسبة للبرازيل هو في المسألتين الأساسيتين، الأسمدة، وهناك اعتماد مفرط على الإمدادات من روسيا. والبرازيل أيضا تعمل جاهدة على توسيع المساحات المزروعة داخل البلاد من دون أن يؤدي ذلك إلى أي أذى بيئي، وبالتالي هذا مجال كبير للاستثمارات الجديدة للتحديث والابتكار والاستثمار في القطاع الزراعي. ويجب أن نرى في الجانبين، في المدخلات لجهة الأسمدة وأيضا صادرات خاصة للحبوب، لأن الحرب بين روسيا وأوكرانيا كما نرى تشكل تهديدا على سوق الحبوب. وبالتالي أعتقد أن هناك زاوية مثيرة للاهتمام تحث البرازيل على المشاركة في محادثات السلام، طالما أنه يمكن أن نضمن أن نحمي البنى التحتية لإمداد الأسمدة ولدعم قطاع الزراعة لدينا. وهذه النقطة هامة، حيث يمكن للمستثمرين السعوديين أن يلعبوا دورا أساسيا لإشراك البرازيل في هذه المحادثات. طب عن الاستثمارات المشتركة السعودية البرازيلية، ليس فقط يعني ضمن هذا النطاق، نطاق محادثات السلام حول أوكرانيا، عن كل ما تم الحديث عنه من مذكرات تفاهم واستراتيجيات مقبلة، كل هذه النقاشات، ولكن بعد الفاصل الأول، ابقوا معنا. أكد منتدى الاستثمار البرازيلي السعودي ضرورة المضي قدما في تجسيد فرص الشراكة، فضلا عن الدعم القوي لاستضافة الرياض لإكسبو 2030 خلال زيارة وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال جولته إلى البرازيل، أولى محطات جولته إلى أمريكا اللاتينية. نتابع التفاصيل في هذا التقرير. شهدت مدينة ساو باولو انعقاد منتدى الاستثمار البرازيلي السعودي، حيث جاء هذا الملتقى في الوقت الذي تحتفل فيه البرازيل والمملكة العربية السعودية بمرور 55 عاماً على بداية العلاقات الرسمية بين البلدين. تم التوقيع على 25 مذكرة تفاهم في المنتدى عبر قطاعات تشمل البتروكيماويات وتصنيع الأغذية والسياحة والرعاية الصحية والعقارات والفضاء والدفاع. مرة أخرى أريد أن أشير إلى التكامل الاقتصادي بين دولتين كبيرتين، البرازيل في أمريكا اللاتينية والسعودية في الشرق الأوسط، حيث تعتبر السعودية من أهم منتجي ومصدري الأسمدة إلى البرازيل. هذه مادة مهمة للزراعة في البرازيل، وأعتقد أننا سنشهد نموا أكبر في هذه الشراكة الاقتصادية. اسمحوا لي أن أوجه دعوة إلى جميع الشركات البرازيلية الرائدة الموجودة هنا
أنا أؤكد لكم أنكم ستستمتعون بأعلى درجات الاحترام والتقدير لتكونوا شركاء لنا وتكونوا جزءا من هذا التحول الاقتصادي في المملكة. يمكنكم المشاركة في هذا الاستثمار الضخم الذي يصل إلى 3.3 تريليون دولار أمريكي. إدارات تتبع لـ70 شركة سعودية من القطاعين العام والخاص ترافق وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح في جولته في القارة اللاتينية التي تشمل كذلك الباراغواي وتشيلي والأرجنتين والأرغواي وكوستاريكا وبنما. زيارة الفالح ستستمر بضعة أيام للبرازيل التي أعلنت أنها ستصوت لمصلحة المملكة في استضافة إكسبو الرياض 2030. من تبادل تجاري إلى شراكة اقتصادية تسعى السعودية والبرازيل إلى تطوير العلاقات بينهما. منتدى الاستثمار البرازيلي السعودي شهد التوقيع على اتفاقيات اقتصادية واستثمارية طويلة الأمد لتحقيق هذه الرؤية. لقناة الشرق من سان باولو، هاني الدرساني، البرازيل. أذهب وأعود بالنقاش إلى الضيوف جميعا، وأذهب لضيفي من ساو باولو. أسألك سيد جلسن، الآن تحدثنا قبل أن نتوقف عند الفاصل الأول عن يعني أبرز ربما الملفات على الجانب الاستثماري، تحدث عن الحبوب، تحدث عن الأسمدة، هذه يعني ما تسعى إليه البرازيل. ماذا عن باقي الملفات؟ لو بدأنا بالحديث على سبيل المثال عن خفض الانبعاثات، عن هذه المساعي البيئية، ما هي الخطوات البرازيلية السعودية بهذا الاتجاه؟ وكان وزير الاستثمار تحدث عن مجموعة من الخطوات، على سبيل المثال تحدث عن خطة سعودية لإنتاج 500,000 سيارة كهربائية، تحدث عن استثمارات بهذا المجال. ماذا عن الجانب البرازيلي؟ في البرازيل وكما نعرف هناك حكومة جديدة، وهو أشبه بتغيير نظام مقارنة مع ما كان لدينا في الحكومة الفيدرالية على مدى السنوات العشر الماضية، لأن كان لدينا إذن توجيه تهم للرئيسة وهي الآن رئيسة بنك بريكس، وهناك تغيير إذن في كل المواقف والمراكز السياسية، وبالتالي فمن الضروري أن يقوم الرئيس ببعض التطورات الأساسية لجهة تعزيز وتوسيع العلاقات بين دول الجنوب. أما بالنسبة للبيئة وهذه مسألة هامة أيضا، لأن التطور الزراعي في البرازيل يعتمد على توازن ذلك مع الاهتمامات البيئية، وهذا يشتمل على الطاقة واستخدام الطاقة وواردات النفط وتطوير تكنولوجيات زراعة يمكن أن تعزز من إنتاجياتنا من دون أن يكون ذلك على حساب الأهداف البيئية، وهي معادلة صعبة جدا لجمع بين تعزيز الصادرات واحترام سياسة الطاقة الجديدة. أعتقد مثلا أن الصناديق السيادية لديها فرص فريدة للاستثمار في المدى الطويل، لأنه كما تم ذكره في استراتيجية 2030 الأمر يتعلق بالتنويع بعيدا عن صادرات النفط والنظر في مصادر طاقة جديدة ومشاريع بيئية، وهناك سوق عالمية متزايدة للحصص الكربونية، والبرازيل فيها فرص للاستثمارات الخضراء والمستدامة. وبالتالي أعتقد أن هناك الكثير من القطاعات الجديدة، ويجب ألا ننسى كرة القدم، لأن البرازيل أيضا لديها مواهب كثيرة في كرة القدم، وبالتالي يجب أن نفهم أهمية وحجم هذه المهمة، هذه البعثة، ولأنها
تحت إشراف اتحاد الصناعات في ساو باولو، مما يعني أن المملكة يمكن أن يكون لديها استراتيجية صناعية جديدة مع البرازيل، والأمر يتعلق بإطار تنمية اقتصادية جديدة حيث الطاقة والبيئة يتم جمعها بطريقة مستدامة، وهذا يوفر فرصا هامة جدا لبريكس وللتعاون الثنائي بين المملكة والبرازيل. طيب هذا التعاون أيضا أضيف إليه مع سيد عيد العيد، أيضا وزير الاستثمار تحدث عن فرص للقطاع المالي في البرازيل عبر المشاركة في تمويل أكثر من 3.3 تريليون دولار من استثمارات في السعودية. التمويل الذي تبحث عنه السعودية عبر البرازيل، نتحدث عن أي مشاريع بالتحديد التي تتحدث عنها السعودية الآن؟ أنا أعتقد أنه المملكة يعني في حديثها مع البرازيل ويعني طرح هذه الفرص الضخمة جدا، هي تتحدث الحقيقة عن عدد كبير جدا من القطاعات، يأتي في مقدمتها الحقيقة القطاع الصناعي، والذي لدى البرازيل يعني قدرات صناعية متقدمة الحقيقة عن المملكة، وبالتالي بالإمكان الاستفادة من هذا القطاع أو التقدم في هذا القطاع لدى البرازيل، إضافة إلى القطاعات اللوجستية والترفيه والسياحة، كل هذه الحقيقة لا زالت قطاعات ناشئة في المملكة وتحتاج بشكل كبير جدا إلى الخبرات الدولية بشكل كبير جدا. نحن لدينا مشروع ضخم جدا في الانتقال بالاقتصاد السعودي إلى مصاف الاقتصادات المتقدمة، وهذا الحقيقة يتطلب استثمارات ضخمة في قطاع الصناعة. لدينا رؤية أو استراتيجية صناعية تتطلب استثمارات تتجاوز 500 أو 600 مليار دولار. في قطاع اللوجستيات نفس الرقم، عندما نتحدث عن قطاع السياحة نتحدث عن 800 مليار مطلوبة للاستثمار في هذا القطاع. إذا لدينا بوتنشل ضخم ولدينا إمكانيات الحقيقة جيدة، ولكن نحتاج الحقيقة إلى شراكة هذه الدول، وأنا أعتقد أن البرازيل لديها إمكانيات في عدد كبير من القطاعات، ربما يكون تأثيره إيجابي بشكل كبير جدا على هذه الشراكة ما بين المملكة والبرازيل. نعم. طيب ابقوا معي أستعرض هذا الخبر ثم أعود لحضراتكم. ضمن مكاسب السعودية خلال هذه الجولة في أمريكا اللاتينية والتي بدأتها كما ذكرنا بالبرازيل، قال نائب الرئيس البرازيلي بأنه البرازيل تدعم ملف المملكة العربية السعودية لاستضافة أكسبو 2030. نستمع إلى ما قال. E votará na Arábia Saudita para a Expo 2030. Com certeza será em Riad. أعود إلى الضيوف وأسألك سيد مبارك، استضافة معرض أكسبو يتطلب الكثير من الجهود، يعني طريق طويل من الملفات التي يعني على الدولة المضيفة أن تقدمها لإدارة أو يعني من ينظم الأكسبو، الجهات المعنية بذلك. الآن الدعم البرازيلي للسعودية لاستضافة أكسبو 2030، ما الذي يعني، هل هو يعني دعم حقيقي تستند عليه الرياض في هذه المرحلة؟ بالفعل موقف مهم ما أعلنه فخامة نائب الرئيس، دعوة نائب الرئيس، أعتقد أنه مكسب مهم من مكاسب الزيارة الكبيرة التي يقوم بها وزير الاستثمار وفريقه الكبير الذي يمثل عدة جهات حكومية إضافة إلى أكثر من 70 شركة قطاع عام وقطاع خاص. ما أعلنه نائب الرئيس بالفعل يمثل افتتاحه لدول أمريكا الجنوبية التي أكاد أجزم أن كلها ستصوت تقريبا لصالح المملكة، نظرا ل عظم المصالح الاقتصادية المتبادلة ما بين المملكة العربية السعودية وما بين كتلة أمريكا الجنوبية. أيضا يضاف إلى ذلك إلى أنه بعيدا عن الاستقطابات السياسية، واضح أن هناك إيمان بالتكامل الاقتصادي وليس التعاون التجاري فقط، التكامل الاقتصادي. عندما أشار قبل قليل في كلمته إلى مسألة البتروكيمياء السعودية مع الانتاج الغذائي الزراعي البرازيلي، هذا ما تحتاجه دائما المملكة العربية السعودية، وهو الأمن الغذائي للمنظومة الخليجية والتي كان يمتد إلى الأرجنتين وإلى أوكرانيا قبل الحرب، اليوم تحط رحالها أيضا في البرازيل، وهي نقطة وهي دولة مستقرة سياسيا، دولة ذات مساحة كبيرة جدا. وبذلك أرى أن الوفد السعودي يعني يوقع بالأحرف الأولى على مسألة الأمن الغذائي للمنظومة العربية ككل وليس المنظومة الخليجية.
إضافة إلى ذلك أن تصويت البرازيل لصالح المملكة العربية السعودية كما قلت سيحفز بقية دول أمريكا الجنوبية بما فيها الأرجنتين أيضا أن تصوت لصالح المملكة العربية السعودية، نظرا لأن ملف المملكة يكاد يكون ملف مكتمل، كما أن لديها ملاءة مالية، لديها قوة اقتصادية، تمثل قلب العالم الإسلامي، قادة العالم الإسلامي، لذلك لديها مميزات سياسية واقتصادية كبيرة، لديها لوجستية أيضا هائلة، التقنية، الهايتك، الوصول للفضاء، كل ذلك سيزيد رصيد المملكة لإقناع بقية الدول. وإن كنا نرى أو نرصد أن الدول تتزايد لتصويت المملكة العربية السعودية مقابل كوريا الجنوبية، أعتقد أن الدبلوماسية السعودية نشطة ونجحت في إقناع كثير من التكتلات. نحن على أعتاب أيضا قمة البركس، بكل تأكيد تكاد تكون يعني جزء من هذه الدول ستصوت للمملكة العربية السعودية. إن سمحتي لي أستاذ سحر أريد أن أشير إلى موضوع في البركس. عندما تناولت موضوع التحفظ البرازيلي الهند ليس ضد المملكة العربية السعودية، وليس موقفا برازيليا وليس موقفا هنديا ضد السعودية، ولكنه بالإجمال حول مسألة الانضمام حتى يزال اللبس فقط، وإلا فإن العلاقات بين المملكة وبين هذه الكتلة علاقات قوية جدا. لكن واضح الكلام سيد مبارك منذ البداية أنه يعني البرازيل تخشى من أن يتسع النفوذ الصيني داخل البريكس، وبالتالي تخشى من أن يعني تزيد من يعني حلفائها، تزيد من الأقطاب التي لديهم علاقات جيدة معها. صحيح، وإن كانت أيضا البرازيل تخشى من قضية أخرى وهو أن لا يكون هذا التكتل نكاية أو مناكفة للغرب، للولايات المتحدة الأمريكية. سيد مبارك اسمح لي أقاطعك ويعني أطلب من حضرتك أن تحتفظ بهذه النقطة الهامة، لأنه سأعود للبريكس بعد قليل. اسمح لي أبقى بأكسبو 2030 قبل أن نعود للبريكس لأسأل سيد جيلسون. سيد مبارك العاتي قال بأنه يعني دعم البرازيل لأن تستضيف السعودية الأكسبو معناته بأنه بقية الدول في أمريكا اللاتينية يعني ستدعم أيضا دخول السعودية أو حصولها واستضافتها للبريكس. هل استضافتها الأكسبو، هل ستعمل البرازيل مع السعودية على يعني جذب المزيد من التأييد والأصوات في أمريكا اللاتينية خلال هذه الجولة لوزير الاستثمار؟ أنا أعتقد أن نفوذ البرازيل في المنطقة في تزايد، وبعد وصول الحكومة الجديدة، لأن قبل ذلك كانت تمشي في المحور الأمريكي، أما الآن فالبرازيل استعادت منظورها لدول الجنوب ولا تزال تعيد النظر في كل هذه الأمور، ولكن يمكن أن نرى إشارات من خلال عدد مثلا زيارات التي قام بها الرئيس منذ وصوله إلى سدة الرئاسة منذ 6 أشهر، وبالتالي في السنوات القليلة المقبلة سوف نرى النفوذ البرازيلي في تزايد في المنطقة، وأن تتعامل مع كل هذه التحديات الجيوسياسية وتحاول أن تكون نفوذا متزايدا ووسيطا. أيضا هناك ميركوسور التي استقرت ولم تتقدم في الحكومة أو تحت الحكومة الماضية واكتسبت زخما جديدا، وبالتالي النفوذ الإقليمي للبرازيل في تزايد، وهي نظرة تقليدية للدبلوماسية البرازيلية لتعزيز المنظور بين دول الجنوب الذي يتخذ أهمية متزايدة في السنوات المقبلة. طب أسأل هنا ضيفي سيد عيد العيد لأستشيرك حول الحوافز التي ستقدمها السعودية بالحديث عن كل هذه الاستثمارات الضخمة التي تنوي جذبها من الجانب البرازيلي ومن أمريكا اللاتينية، إن كان على جانب يعني أن تدعم هذه الدول استضافة الأكسبو ب2030 أو حتى من أجل يعني تمهيد الطريق لأن تصبح السعودية جزء من البريكس، ما الذي ستقدمه الرياض؟ أولا المملكة العربية السعودية اقتصاد كما يدرك الجميع اقتصاد منفتح، وبالتالي إمكانية الحقيقة الدخول والخروج مع هذا الاقتصاد مفتوحة للجميع، وبالتالي هذا أنا أعتقد ميزة يمتاز بها الاقتصاد السعودي دونا عن غيره أو أقل شيء أغلب اقتصادات المنطقة. بالتالي أنه الاستثمارات الداخلة من قبل بعض هذه الدول وخاصة عندما تحدث عن البرازيل ستكون استثمارات أولا بضمانات عالية وبتسهيلات كبيرة جدا. المملكة الآن بدأت الحقيقة في تقديم
حوافز متقدمة للاستثمارات يأتي من ضمنها الحقيقة موضوع الضرائب، موضوع الأراضي المجانية، الكهرباء بأسعار منافسة. إذن لدينا الحقيقة مجموعة كبيرة جدا من المحفزات. يأتي في مقدمتها كذلك أنه لدينا قدرة في الطاقة التي ربما يعاني كثير من البلدان التي يتم الاستثمار فيها، وخاصة مع ارتفاع أسعار الطاقة والتكاليف العالية، بينما لدينا في المملكة لا زالت هذه الأمور يعني تعتبر مغرية لكثير جدا من الصناعيين. لدينا الآن أكثر من حوالي 36 أو 37 مدينة صناعية. أغلب هذه المدن الحقيقة يعني لا زالت يعني تبحث عن مستثمرين في القطاع الصناعي. لدينا رؤية ضخمة جدا في قطاع اللوجستيات، سواء عندما نتحدث عن قطاع النقل بكل مشاربه، الطيران، الموانئ، السكك الحديد، الطرق السيارة، هذه كلها الحقيقة تفتح آفاق كبيرة جدا أمام المستثمرين، لا سيما أنه المملكة وقعت الآن اتفاق مهم جدا مع أو بمعنى صح شراكة استراتيجية مع الصين لكي تكون أحد المحاور الرئيسية في طريق الحرير. وبالتالي ستكون المملكة منصة لوجستية للصناعات الصينية لوصول هذه الصناعات إلى أفريقيا وإلى الغرب إلى أوروبا، نظرا الحقيقة للمشكلة التي عانى منها الصين في فترة أزمة كورونا وانقطاع سلاسل الإمداد لبعد الصين عن المنطقة. لا ننسى كذلك الحقيقة تخوف الصين بشكل كبير جدا من مضيق ملقا الذي الحقيقة يؤثر بشكل كبير جدا على يعني انتقال السلع الصينية من الصين أو من البر الصيني إلى العالم، تحدث عن أوروبا، عن الشرق الأوسط، عن أفريقيا. فبالتالي تسعى الصين إلى وجود يعني أو بمعنى أصح إلى مكان يعني يكون متميز وقادر على تسهيل هذه الأمور. وأنا أعتقد أنه من خلال هذا الأمر سيكون أمام البرازيل وأمام الباحثين عن الفرص الاستثمارية بوتنشال ضخم في المملكة ومقدرات تستحق الحقيقة هذا الشيء. نعم. ضيوف الكرام جميعا ابقوا معي، أتوقف عند هذا الفصل الأخير في هذه الحلقة من الرابط، نعود بعد ذلك لاستئناف ما تبقى لدينا من وقت ومن نقاش، ابقوا معنا. أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن هناك فروق دقيقة من حيث توسيع عضوية مجموعة البريكس ستتم مناقشتها خلال القمة المرتقبة بجوهانسبرغ خلال هذه الفترة من 22 وحتى 24 من أغسطس الجاري. أيضا أضاف بيسكوف أن عملية توسيع البريكس هو موضوع مهم للغاية، لأن روسيا ترى المزيد من الدول التي عبرت عن نواياها للانضمام إلى هذه المجموعة. وشدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية أن اهتمام الدول بالانضمام إلى مجموعة البريكس يشير إلى إمكانيات كبيرة لهذا التكتل. أعود إلى الضيوف الكرام وأسأل هنا سيد جلسن، روسيا تريد أن يعني يتم أن توسع البريكس يعني من عضويتها ومن أعضائها، البرازيل لديها مخاوف محددة، الهند كذلك، ما الذي تخشى منه البرازيل؟ هل تخشى يعني غضب أو ضغوط أوروبية أمريكية؟ ما الذي تخشاه البرازيل في هذه المرحلة؟ هناك أمران، أولا مدى تعقيد عمليات التوسع، وطبعا كلما اتسع هذا التكتل كلما خف وزن البرازيل بشكل عام، وعندما يرتفع عدد الأعضاء فإن النفوذ الفردي للبرازيل قد يتراجع إذا ما توسعت بريكس بسرعة وكثيرا. أما الأمر الآخر فهو يتعلق بنتيجة الانتخابات الأمريكية، فهناك استفتاءات رأي تشير إلى إمكانية عودة ترامب. إذن البيئة السياسية العامة في الولايات المتحدة لديها أثر، وهناك بعض الشكاوى من الولايات المتحدة بسبب الجهود الدبلوماسية البرازيلية الجديدة. أعتقد إذن هما القلقان، أولا التوسع
السريع وتراجع النفوذ البرازيلي داخل التكتل، وثانيا إعادة تصميم الوضع الجيوسياسي في وجه الانتخابات في الولايات المتحدة. سيد مبارك، هذا ما كنت حضرتك تحاول الحديث عنه قبل قليل، وهو يعني المخاوف الغربية من تكتل يضغط ويتعارض مع مصالح أمريكا أو مصالح يعني الدول الأوروبية. ومن هنا تفضل أكمل الفكرة، وماذا عن حظوظ السعودية في ظل هذه الأقطاب يعني التي تتناقض في مواقفها؟ بالمناسبة سيدة السحر، بأن السعودية هي الأخرى تدرس خطواتها بروية، غير متحمسة كثيرا لأن تندفع للبريكست، لكنها تدرس بالفعل يعني الروافد التي ستحصل عليها أو ستكسبها في حال انضمت خلال هذه الجولة. قضية الاستقطابات الغربية الشرقية في حال الانضمام لهذه المنظمة أيضا أمر مهم وحاضر بين دول المنظمة ذاتها وبين الدول التي ترغب الانضمام، سواء اندونيسيا والسعودية مصر والجزائر. لكن المؤكد أن ما يسيطر على هاجس الدول الخمس داخل المنظمة هو طبيعة علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، طبيعة علاقاتها أيضا طبيعة العلاقات ما بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية. مسألة النفوذ داخل المنظمة أعتقد أنها ليست بتلك القضية الكبيرة التي يمكن يعني أن تؤثر على استقطابات دولة مثل المملكة العربية السعودية ويتتربع على عصب اقتصاد العالم النفط، بل أنها تسعى لأن تسيطر على كامل سوق الطاقة بكل أنواعها بما فيها الطاقة الخضراء والطاقة النظيفة. لذلك في رأيي أن السعودية ستمثل رافد حقيقي لهذه المجموعة، وستلقى دعم من كل الدول بما فيها روسيا والصين حتى البرازيل. أنا أؤمن بأن عندما ولجت السعودية إلى عمق أمريكا الجنوبية عبر البرازيل سيتغير الموقف البرازيلي جراء هذه الاتفاقيات التي وقعت. سيد عيد العيد، لو رتبنا الأولويات على الجانب السعودي في ظل يعني هذه التناقضات بين الدول داخل بريكس حيال توسيع البريكس أو لا في هذه المرحلة، الأولوية السعودية هي الموافقة والحصول على إكسبو 2030 أو عضوية البريكس؟ أنا أعتقد أنه المملكة الآن لديها، أنا الحقيقة أول أؤكد على ما ذكره الزميل العاتي بأنه المملكة تدرس خطواتها بشكل دقيق وتبحث عن مصالحها. الآن أصبحت البراغماتية كبيرة لدى المملكة في نظرتها لعلاقاتها مع الجميع، وبالتالي لن تنضم المملكة للبريكس إلا في حال أن هذا الانضمام يحقق مصالح اقتصادية ملموسة للمملكة، وبالتالي هذا أمر لابد أن يؤخذ بالاعتبار. الشيء الآخر، أنا أعتقد المملكة الآن يعني تضع جل قوتها في الحصول على أنه تكون مستضيف لإكسبو 2030. أنا أعتقد الآن ما وصلنا له من مرحلة الآن ونحن في هذا التاريخ استطعنا الحقيقة أن نصل إلى حوالي 90 دولة، أعتقد أنه قادرين الحقيقة على الوصول إلى أكثر من 100 دولة، وبالتالي سيصبح أمر الحصول على استضافة إكسبو أمر مسلم. أنا أعتقد المملكة لديها القدرات في هذا الشيء، ولديها الآن الحقيقة يعني وصلت الحقيقة إلى علاقات متميزة مع عدد كبير جدا. تحدثنا عن أمريكا اللاتينية، تحدثنا عن أفريقيا، والحقيقة يعني للعلم البرازيل تبقى صوت واحد، في حين أن سانت نيفيز أو أي دولة صغيرة جدا هي صوت واحد، وبالتالي صوت البرازيل مماثل لصوت غواتيمالا. المملكة تدرك هذا الشيء، استطاعت الحقيقة بزيارات لعدد من دول أمريكا الوسطى والكاريبي أن تحصل على موافقتهم، من خلال زيارات إلى دول في أفريقيا استطاعت أن تحصل على تأييدهم للمملكة، وبالتالي أنا أعتقد أن المملكة مهتمة بهذا الجانب أو بهذا بهذه الاستضافة أكثر بشكل كبير جدا. طبعا أتمنى التوفيق للمملكة بالحصول على يعني استضافة إكسبو 2030. وصلنا إلى ختام النقاش، أشكركم جميعا، كان معي من الرياض سيد عيد العيد المستشار الاقتصادي، شكرا. كان معي أيضا من الرياض السيد مبارك العات الكاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا لك. وكان معي من ساو باولو البروفيسور كيلسون شوارتز وهو أستاذ الاقتصاد بجامعة ساو باولو، شكرا جزيلا.
قبل الختام أعود وأذكركم بسؤالي الرابط لهذه الليلة. تساءلنا كيف تخدم هذه العلاقات الاقتصادية السعودية تحقيق مكاسب سياسية بشأن الانضمام إلى البريكس. أيضا تساءلنا ما الذي تطمح إليه الرياض من تنويع خياراتها الاقتصادية والدبلوماسية بالتوجه نحو أمريكا اللاتينية. إذا بعد استفاضة النقاش في ملف هذه الليلة، خلص الضيوف إلى التالي بأن العلاقات الاقتصادية هي محرك رئيسي وقوة نحو تحقيق أهداف سياسية تتعلق بدعم حظوظ السعودية في الانضمام إلى مجموعة البريكس. أيضا توجه السعودية نحو أمريكا الجنوبية يأتي ضمن مساعي الرياض لتنويع خياراتها في الشراكات الاقتصادية، كذلك الانفتاح نحو علاقات دبلوماسية متنوعة. وصلنا إلى ختام حلقة الرابط لهذه الليلة، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.